طيب يا استاذ هادي السيد رئيس الوزراء افتتح هذا المصفى على انه مصفى قد تم انجازه طيب وزير النفط العراقي حيان شلون خلى رئيس وزراء يفتتح مصفى هو بالاصل عاطل وزير النفط كان يتابع يعرف يدرك لو السيد الوزير ما يدري شكو, شكو ماكو بالاسلام كيف مرر هذا الموضوع على رئيس الوزراء؟ والان وضعه في موقف محرج. نعم طبعا كثير يعني بغض النظر عن عن وزير خن يعني خلينا نخرج قليلا عن وزاره النفط ونتحدث بصوره عامه كثير من المسؤولين والمستشارين والوزراء والمدراء العامين يصنعون يعني انجازات وهميه هي حبر على ورق للمسؤول الاعلى ويقدموا على اساس هو انجاز وتحقق انجاز في حين هو حبر على ورق وانجاز وهمي وتغطيه يعني تغطيه اعلاميه وفي ما بعد ينكشف المستور وتنكشف الحقائق ما حدث في مصفى كربلاء وجود مشاكل كثيره ولم يتم وضع المعالجات العلميه له ويعني هكذا مصفى كبير انتاج انا اليوم كان عندي تواصل مع لجنه الطاقه في مجلس النواب يعني واعلمونا بشكل رسمي ان انتاج يعني انتاج انتاجه منخفض وهناك حقيقه مشاكل على اي حال احنا يعني نتمنى ونسعى ومن خلال عملنا الرسمي في مجلس النواب في مجال الرقابه والتشريع ان ان نصوب او نصلح نصلح يا استاذ اصلاح القطاع يا استاذ هادي يا استاذ هادي مثل ما انا قلت بمقدمتي وانت ردفتها ايضا قلت نحيي هيئه النزاهه وانا في حلقات سابقه ليش نحيي هيئه النزاهه؟ لان اكو عمل اكو انجاز على الارض، بالامن الوطني اكو انجاز، ننحني لهم بالشكر والتقدير والاحترام والعرفان انهم الان يخوضون حربا مع حيتان، لكن بالمقابل ايضا هنالك من يتستر على الفساد، هنالك من هو مسترخي في اداء مسؤوليته، لماذا لا يحاسب؟ هذا في القطاع النفطي لماذا لا يحاسب وزير النفط؟ لماذا لا تحاسب الجهات الرقابيه في وزاره النفط؟ ليش يعني؟ شلون انت تقول للرئيس الوزراء تعال افتتح، وبعدين رئيس الوزراء من 10 عشر من, من عشر مليون لتر الى 3 مليون لتر، كيف يبقى هذا الوزير في مكانه؟ وانت قلت لي ايضا انه بعض الحلقات التي عرضناها السيد وزير النفط معالي وزير النفط شكل لجنه تحقيقيه وين نتائج هاي اللجنه التحقيقيه عندما يطالبه رئيس الوزراء الان يقول لي ليش هذا اللي صار انت ما تدرب وزارتك ما تعرف شنو اللي يصير لماذا يبقى هذا الوزير نعم عفوا طبعا وصلني كتاب رسمي من وزارة النفط بعد متابعات وتحرير كتاب رسمي إلى هيئة النزاهة وجهاز الدعاء العام وأرفقنا كافة الأوليات وكانت هناك إجابة من قبل السيد وزير النفط تتضمن تشكيل أمر تشكيل لجنة تحقيقية كون كون وزارة النفط هي الجهة القطاعية المختصة في موضوع المصافي ولو نتابع الموضوع ونرجع الى الوراء قليلا شاهدنا ان ان عقود وزاره النفط في كثير منها فيها شبهات فساد تحدثنا قبل قليل على مصفى نجف ومصفى السماوه وكذلك في البصره وباقي المحافظات وكذلك عقود كثيره جدا في القطاع النفطي حتى عقود جولات التراخيص قانون الموازنة الاتحادية رقم 23 سنة 2021 الموازنة الماضية كانت أشارت إلى على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة عقود جولات التراخيص وهذا لم يحدث وبقى حبر على ورق وإن أي. شاء الله ستكون لدينا حلقات قادمة حول موضوع جولات الترخيص والهدر المالي المأل كبير جدا والمغالاة في قوائم الشراء وقوائم التعهدات وقوائم السفر وهدر وهدر بالمليارات المليارات هدر كبير جدا مبالغة في الأسعار وكأن عقود جولات الترخيص تعيش في عالم آخر